هذه الانطلاقة للشوط العاشر مباشرة مع تعداد الأسماء الأولى المنطلقة هنالك على المركز الأول. الصدارة الأولى، المركز الأول والصدارة على المركز الأول، هنالك مواقع الشعار، شعار هجن الرياسة مع التحديات ومع الإثارة، وعلي بن يميل الوهيبي هو من يتابع هذا الاسم الرائع والمميز. أعود إلى المركز الثاني وإلى الشاهينية مع هجن الرياسة بمتابعة راشد بن محمد بسم المنصوري على المركز الآن الأول، وتسلل قوي وملحوظ هنالك شواهين لهجن الرياسة مع علي بن يميل الوهيبي على المركز الثاني، بينما بدوري آخذ المركز الثالث هنالك ميأسة العود ما شاء الله على المركز الثالث، والتحديات القوية لهجن الرياسة والسيد مبارك بن أحمد الخيالي في عملية التضمير. الشاهينية وصلت بقوة على المركز الآن الرابع وتتسلل من مركز إلى مركز وعينها على مقدمة الشوط هنالك الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري في عملية التضمير والمتابعة، بينما هنالك الوصول من المركز الخامس ووصول من يارا لسمو الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان والصادق فضل الأمين في عملية التضمير بدوري أخذ السبعة ما شاء الله على هذا الاسم لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وعملية التضمير عند السيد سعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي في عملية التضمير والمتابعة، بينما هنالك القوة من المركز السابع الانطلاق الواضح من قبل تشريف، وصل التشريف تبحث عن التشريف لسمو الشيخ أحمد بن مكتوم المكتوم سلطان بن سيف المقبالي في عملية تضميرها، وصلت بصيحة لهجن الرياسة وعلي بن يميل الوهيبي هو من يقودها مضمرا ومتابعا في هذه اللحظات الجميلة. بينما هنالك التحديات الواضحة من قبل دلمة لهجن الرياسة وسيد عيسى بن أحمد الخيلي مع التحديات، أعود هنالك إلى هذه الأسماء الباحثة عن الفوز وعن التحديات مع القوة ومع الانطلاقة مع التحديات والإثارة، المركز الأول هنالك والصدارة. أعود مع المقدمة، أعود مع القوة، أعود مع الإثارة، أعود مع المتعة، أعود مع الشاهينية. الله 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 الله، الشاهينية على المقدمة وضغوطات واضحة من الشاهينية الأخرى، أين الناموس يذهب؟ أين القوة تأتي؟ أين التحديات؟ هنالك سبعة مع المركز الآن الثالث في هذه العروضات الرائعة والمميزة، ولكن الشاهينية بفارق بسيط لهجن الرياسة تأتينا اللوحة ها هنا عبر أبو ظبي الرياضية من المخرج الذي دائما يصغى ويتابع للتعليق ولكافة الأسماء وحتى الوصول والتواقيت، فشكرا شكرا لكافة أسرة النقل الخارجي الذين يرافقون هذه الأسماء العملاقة والمميزة في كل صباح وكل مساء. أعود إلى المركز الثاني، أنتقل هذه النقلة الرائعة مع هذه الأسماء مع يا سلام السبعة والشاهينية، هنالك السبعة لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وسعيد بن عبيد بن سعيد السبوسي، ووصول أيضا من الشاهينية لسمو الشيخ محمد بن خالد بن حميد القاسمي وسهيل بن سالم العامري، ولكن هنالك التحديات مع القوة ومع الإثارة. الله الله، يا مياسة يا مياسة، انطلق يا مياسة، تقدم يا مياسة، 2500 متر يفصلنك عن الناموس وعن التهاني، بينما هنالك المتابعة من مبارك بن أحمد الخيالي الذي يتابع كما تابع الكثير والكثير من الأسماء العملاقة، والسجل هنالك يفتخر بمثل هذه الأسماء، بينما هنالك المركز الخامس الوصول من دلمة، وصلت دلمة ووصلت هذه الجزيرة الرائعة والمميزة، هنالك دلمة لهجن الرياسة وعيسى بن أحمد الخيلي هو من يتابعها كما تابع غيرها من الأسماء، بينما هنالك التحديات من وجود ومن غيرها من ضمن الأسماء شواهين وغيرهن الكثير والكثير، القدوم والملاحظات
القوية والقادمة. هنالك مع هجن الرئاسة والثنتين مع علي بن يميل الوهيبي، وتنضم الثالثة مصيحة مع التحديات وجود والشاهينية وشواهين ومصيحة وغيرها الكثير والكثير. بينما هنالك التحدي، بينما هنالك الإثارة، بينما التحديات والإثارة مع هذه اللحظات الجميلة، مع هذه اللحظات مع القوة والإثارة، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى الصدارة، أعود إلى المركز الأول، أعود إلى المركز الأول وإلى الصدارة. الله 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 الله. المركز الأول، الصدارة الأولى، القوة الأولى، المتعة الأولى. مياسة هي مياسة، شكله لون وعونه خطر واللون الأحمر ما شاء الله. هنالك الانضمام، هنالك القوة أيضا من قبل الشاهينية، وكذلك وجود والانضمام من قبل السبعة. أين الناموس يذهب؟ المسافة 1400 متر، 1400 متر ما تبقى من عمر هذه المسافة، من عمر التحديات، من عمر القوة، من عمر الانطلاق الى الناموس. تقدم ارجو ايها الاخوة من كافة المضمرين ربط حزام الامان والانطلاق. ها هنا تأتي التعليمات من برج المراقبة بالانطلاق على المدرج رقم 31A الى الانطلاق، الى الهواء، الى السحاب، الى القوة، الى الاثارة، الى المتعة، الى الرئاسة، الى الناموس. الله 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 الله. مياسة هي مياسة، كم أنت رائعة، كم أنت مميزة، كم أنت تنطلق هنا. يا ما حصدتي ويا ما ذهبتي ويا ما سجلتي من النقاط. الكيلو المتر النهائي، كيلو زعزعة الميادين الذي دائما تأتي التعليمات وتأتي القوة ويأتي فتح الأجهزة ويأتي التركيز. عين على الأسماء الملاحقة وعين على هنالك خط النهاية والبودرة البيضاء التي ترحب بهذا القدوم وبهذه اللحظات الجميلة والمتميزة. دائما وأبدا الشاهينية هو مياسة ووجود ووجود. الله 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 الله. هنالك الظافر، هنالك المستحيل، هنالك المميز، هنالك الخبراء. اقترن الفطاحل على المقدمة، فكيف المنافسة ستكون؟ الله الله الله. المركز الأول الشاهينية، الشاهينية بفارق بسيط، ومياسة قادمة ووجود كذلك تقول، كأن لسان حالها يقول أنا حاضرة، أنا قوية، أنا رائعة، أنا أنافس. الأسماء على المركز الخامس، هنالك الوصول من مصيحة وكذلك السبعة. الله 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 الله. لكن اكتفي بهذا القدر. 300 متر النهائية، مياسة العود، مياسة الصدارة، مياسة والشاهينية. الشاهينية وصلت، الشاهينية ردة الفعل القوية دائما تكون مع اللحظات الجميلة. الشاهينية ومياسة، مياسة والشاهينية. الكل فائز مع الرياسة، الثنتين فائزات، الثنتين في الأوائل، الثنتين مع التحديات. مياسة مياسة مياسة، تهانينا والناموس على فوز مياسة. المركز الثاني الشاهينية، المركز الثالث هنالك الفوز والانتصار من قبل لوجود، وفي المركز الرابع هنالك السبعة اسمه شيخ حمدان بن راشد المكتوم، وفي المركز الخامس مصيحة لهجن الرئاسة. هكذا مشاهدينا متابعينا الأعزاء، رأينا القوة ورأينا الإثارة، ولكن مياسة الذي أخبرتكم عنها عندما ذعتها وكانت في المركز السابع والثامن في أول إذاعة، وها هي تغير الأرقام حتى خط النهاية وتتحمل قيادة زمام الأمور والمقدمة، وهذه السيطرة الواضحة. ما شاء الله القوة والإثارة والمتعب. 9 دقائق مشاهدينا متابعينا الأعزاء، و37.3 أجزاء من الثواني مع مياسة العود. تهانينا لهجن الرئاسة وتهانينا للسيد مبارك بن أحمد بن مايد الخيلي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار. بينما على المركز الثاني اللي قدمت عرض 9 دقائق 37.4 أجزاء من الثواني، فكانت الشاهينية حاضرة بقوة، كان هنالك المستحيل له حضور قوي وثقيل مع الأمتار المجنون ومع الأمتار النهائية. بينما على المركز الثالث فكانت هنالك وجود لوجود، وجود قوي على ثالث الأسماء والمنافسة، ولها نصيب الأسد في المنافسة وفي افتراس المراكز المتقدمة. التهنئة لهجن الرئاسة والتهنئة أيضا للسيد علي بن يميل الوهيبي على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار.